السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقبل كل شيء أنا أقدم خالص شكري لجميع القائمين بهذا المؤتمر القيم في وقت أن الإسلام والمسلمين يتضايقان من قبل القوات المنحرفة ومن قبل الغرب بصفة خاصة، فلا بد في هذا العصر والوقت من أن تنهض الأمة الإسلامية من جديد وتتسلح بالعلوم الدينية والمادية من جديد التي منبعها الوحي الإلهي القرآن والسنة النبوية الشريفة. فمما لا شك فيه أن الأمم تنهض بالعلم والتعليم والتربية، ومن أهم الوسائل للوصول إلى معارف النهضة والرقى والازدهار الحضاري والثقافي نهضة العلوم، نهضة العلوم الإنسانية، وذلك لأن منبعها جهود بشرية. وإن العلم الصحيح يقود الإنسان إلى الحق والأخلاق ضمنا، لأن الإنسان يحتاج مع العلم إلى الدين والأخلاق. والعلم بالحقيقة يدعو للإيمان، كما أن الإيمان يتجلى في عصر العلم. وفي هذا يقول لنا قائلنا وإمامنا وإمام المسلمين الإمام الموسي: إن الإنسان ذلك المجهول، لا يعلم من لا يعلم مفاتحه إلا الذي خلقه، ولن يتحقق سعادته إلا بالخضوع للمنهج الرباني الذي أنزله الله تعالى العالم بخلقه، وهو وحده اللطيف الخبير. ففي الحقيقة ثقافة الإيمان ثقافة شمولية تتشابك فيها المعارف، ويأخذ بعضها بأطراف بعض، ويتحقق فيها التكامل الذي يتيح فرصة الاستنتاج العلمي بحيث يسلك الباحث إلى هدفه ومعالمه الكبرى. في الحقيقة نرى أن أهم أبواب الإسلام هو العلم، ونجد في الإسلام الحرص الشديد والاهتمام البالغ بالعلم. ومن أهم أوليات المعتبرة شرعا أولوية العلم ثم العمل، ونرى هذا في حديث ما رواه
معاذ رضي الله تعالى عنه: العلم إمام والعمل تابعه، ولا ينفع العلم العمل إلا بالعلم. فالعمل العلم في الحقيقة شرط في كل عمل قيادي، سواء كان عملا سياسيا أو إداريا أو عسكريا أو قضائيا. فإذا لا بد من المراعاة للحد الأدنى من العلم إذا لزم الأمر على ذلك. وفي هذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا قضى الإنسان بغير العلم فيقول لنا الحديث المبارك: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس عن جهل فهو في النار. فالعلم الصحيح أصلا ومطلوب في كل أمر وحادثة في القضاء والفتوى والدعوة والتربية. ولأجل هذا نرى أهمية العلم وأهمية التربية الصالحة في حياة الشباب الذي أدركه الشيخ الإمام العلامة النوسي، وهو أكد على ضرورة العلم والمعرفة، وحاول أن يجد منفذا لتحقيق ما يتمناه لنشر نور العلم وطمس الظلام الدارس المحيط بالمجتمع التركي بصفة خاصة في ذلك الوقت، وبصفة عامة في العالم الإسلامي بصفة عامة. فمن هنا شمر الشيخ الإمام النوسي عن ساعد الجدي لإنشاء منبع علمي في تركيا ليكون أساسا ومنهلا ينهل منه المسلم التركي أولا، واقتضاء بهذا المنبع ينشأ في العالم الإسلامي في مقامات أخرى منابع ليتجرع منها المسلمون. فأذكر هنا أولا أسباب الموجبة لتأسيس مدرسة الزهراء، ثم في الأخير آتي بالأهداف والثمرات. فلماذا هو قام بإنشاء هذه المدرسة؟ فأذكر أنا النقاط فقط أشير إليها ولا أدخل في التفاصيل. فمن أهم الأسباب أولا تدني مستوى التعليم في مدارس الدينية. فهمة الإمام النورسي كانت عالية، فكان ينظر الأشياء والظروف بعين العارف الخبير، ويقارن ويواجه ويستخرج الدروس والنتائج. فعندما رأى أصول الخلافة الإسلامية وتجديد فقائها على أيدي المجرمين الخائنين، ورأى أن الجهل يتفشى في المجتمع الإسلامي وخاصة في البلاد الشرقية منها، رأى أن المدارس الدينية تتدنى يوما بعد يوم وتتخلى عن القيادة الروحية والمادية، أراد إحياءها مرة أخرى، فنادى للإصلاح الشامل ووضع المناهج الدراسية مرة أخرى صالحة لإرشاد الأمة وقيادتها إلى بر الأمان. ويؤكد هنا وفي هذا المقام لنا الشيخ الإمام النورسي أن التخلي من العلوم الدنيوية كارثة، كما أن الانعزال عن العلوم الدينية
كارثة كبرى. فالسبب المهم الذي أدى إلى تدني علوم المدارس الدينية وصرفها عن مجراها الطبيعي هو أن العلوم الآلية لما أدرجت في عداد العلوم المقصودة أصاب الإهمال إهمال العلوم العالية. السبب الثاني وهو إصلاح الولايات الشرقية. فيقول لنا هنا وأذكر نص الإمام: كنت ألمس الوضع الرديء لما كان يعيشه أهالي الولايات الشرقية، فأدركت أن سعادتنا الدنيوية ستحصل من جهة بالعلوم الحديثة الحاضرة، وأن أحد الروافد غير الآسلة لتلك العلوم سيكون العطاء، والمنبع الآخر حتما المدارس الدينية كي يأنس علماء الدين العلوم الحديثة. والسبب الثالث إفشال المؤامرات الخبيثة على القرآن. يعني النزاع بين الحق والباطل منذ خلق الإنسان، ونرى يعني أن هناك كان كلام بين ربنا سبحانه وتعالى وبين الشيطان لما خلق آدم وأمر بالسجود إليه. فمن هنا بدأ النزاع بين الحق وبين الباطل. فالأشياء دائما تظهر بالأضداد كما قال بعض الشعراء، وبضده تتبين الأشياء. فالمؤامرات ضد الإسلام وضد القرآن هو منذ قديم. فيقول لنا الإمام الموزي أنه قبل 65 عاما أخبرني الوالي من بلاد من الولاد أنه قرأ في الصحف أن وزير المستعمرات البريطاني خطب وفي يده نسخة من المصحف الشريف قائلا: إننا لا نستطيع أن نحكم المسلمين ما دام هذا الكتاب بيده، فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو أن نقطع صلة المسلمين به. ومثل هذا الكلام قاله لاب ميكالي في سنة 1832، ولما كان هو مفوض من الحكومة البريطانية المستعمرة للهند المسلمة الكبرى. فنفس القصد هو عرض على بعض مدرائه من إزالة أو حرمان المسلمين من القرآن الكريم. فلأجل إفشال هذه المؤامرة حاول الإمام مرة أخرى لأن يعيد المدارس الدينية. وهناك دقيقتين. الخامس دفعا للنعرات القومية. فأصلا نحن يعني سمت معرفتنا هو الإسلام والقرآن، وليس القومية الإنجليزي باكستاني تركي عربي وكذا. فظهرت في ذلك الوقت النعرات القومية، فدفعا لتلك النعرات هو حاول أن يقضي عليها عن هذه المدرسة. هناك أسباب أخرى نترك هذه الأسباب. وعلى كل حال لما نأتي إلى الأهداف من الأهداف هو تأسيس مدرسة الزهراء، إعادة هذه التسمية يعني كلمة المدرسة لأنها مألوفة ومانوسة وجذابة. والثاني اختيار المدرسين فيها إما من علماء الأكراد ذوي الثقة من طرفين أو ممن يعرفون اللغة المحلية. رابعا اختيار الأكراد وصلاحياتهم وكفاءاتهم ووضع سطاوتهم وبساطتهم نسبة العين. خامسا تطبيق قاعدة تقسيم الأعمال بحذافيرها. على كل حال يقول لنا، وهذه تكون هي الكلمة الأخيرة، الإمام موسى يقول لنا: أكرر ما قلته مرارا، إن هذه المدرسة الزهراء
تصالح بين أهل المدرسة الدينية والمدرسة الحديثة العصرية، وأن أهل الزوايا والحكاية وتجعلهم يتحدون في الأقل على الأهداف والغايات وتبادل الأفكار. ويقول لنا إن الإسلام مثلا لو تجسم لكان قصرا مشيدا نورانيا ينور الأرض ويمهدها. وهنا يقول فأحد منازل هذا القصر مدرسة حديثة، وإحدى حجراته مدرسة دينية، وإحدى زواياه تكية ورواق مجمع الكل، ومجلس الشورى يكمل كل نقص الآخر. كما أن المرآة تمثل صورة الشمس وتعكسها، فهذه المدرسة يعني الزهراء ستنعكس وتمثل أيضا صورة ذلك القصر الإلهي الفخم في البلدان الأخرى. فهذا ما كان ينفيه الشيخ الإمام المرسي من إنشاء هذه المدرسة، وهو توحيد كلمة المسلمين في كل البلاد وفي كل الأوطان. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور. شكرا.